السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي في ذكرى العاشر من رمضان، ووزارة الداخلية نظمت احتفالية للأمهات بالمناطق الحضرية الجديدة بمناسبة عيد الأم. معنا أيضا أن منظمة الصحة العالمية أكدت على دور مصر العظيم في توصيل المساعدات إلى قطاع غزة وفي علاج الفلسطينيين. تفاصيل أكثر هنتابعها دلوقتي في سياق هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وفضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر وكبار قادة القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان. واستمع الرئيس السيسي لخطبة الجمعة اللي ألقاها الدكتور الشحات عزازي وتحدث فيها عن الذكرى الخالدة انتصار العاشر من رمضان وإرادة الله في عودة الحق وما سطره فيها أبطال القوات المسلحة من الكثير من ملاحم البطولة والفداء لاستعادة أرض الوطن. امبارح نظمت وزارة الداخلية احتفالية للأمهات بالمناطق الحضرية الجديدة بمناسبة عيد الأم في إطار مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية. امبارح شاركت وزارة الداخلية شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة لاحتفال بعيد الأم، وانطلقوا مع وفد من الوزارة لتوزيع هدايا على الأمهات المسنات من أهالي المناطق الحضرية الجديدة لمشاركتهم لاحتفال بعيد الأم. أيضاً حرصت الوزارة على اصطحاب شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة لدور رعاية المسنات للاحتفال معهم بهذه المناسبة سعياً لغرس القيم الاجتماعية والإيجابية لديهم. امبارح قالت منظمة الصحة العالمية في بيان صحفي إن مصر كما هي عادتها دائماً تؤدي دور رئيسي منذ تصاعد الأعمال العدائية على الأرض الفلسطينية المحتلة في تذليل الصعوبات وإزالة العقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية لغزة عن طريق معبر رفح، إضافة إلى ما توفره من رعاية صحية وعلاج بالمجان لجميع المرضى الذين أجلوا من القطاع، وأشارت إلى أن هناك أعداد كبيرة من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية التي لم تدخل بعد إلى غزة.